طيب تمام. السؤال ده بيقول لنا the uniform plane lamina A B C D E F shown in figure 1 is made from two identical rhombuses. Each rhombus has a side length of A, angle B A D equals angle D A F equals theta. The center of mass of the lamina is 0.98 from A. تمام. بعد كده بيقول لك show that cosine theta equals 0.8. أول حاجة احنا center of mass عرفنا انه فين؟ عند 0.9. 0.9 دي تبقى فين بالظبط من المكان؟ تبقى almost هنا. بس هو اصلا لو ما كانش قايل لنا السنتر اوف ماس فين احنا كنا نقدر نجيب مكانه. ليه؟ لان احنا عارفين ان هو في الاصل كان عامل شيب كده، فهو السنتر اوف ماس بالظبط في نص الشيب ده، لان الحته دي اتشالت قد الحته دي بالظبط، والحته دي قد الحته دي. فالسنتر اوف ماس ده بتاع ريكتانجل، سنتر اوف ماس ريكتانجل فين؟ في نصه. فاحنا نقدر نعرف اللي هو في نص الريكتانجل ده كله. طيب عشان نجيب كده احنا عارفين ان ده ب A وان ده ب A، عايزين نجيب الديستنس، عارفين ان ده برضو ب A، عايزين نجيب الديستنس ده. هنجيبه ازاي؟ تمام، احنا هنقول الديستنس ده هو هو الديستنس ده، وهناخد التراينجل دي، هنقول ده بسيتا وان ده بأي، فنقدر نجيب ده بكوزاين سيتا عشان ده الادجيسنت. فنقول ان الكوزاين سيتا equals ده اللي هو نسميه h، h over a، ف h equals a كوزاين سيتا، فده الديستنس ده بأي كوزاين سيتا. تمام، احنا عرفنا اللي هو قلنا السنتر اوف ماس في نص الشيب بالظبط، فممكن نقول اللي هو السنتر اوف ماس في هاف في A بلس A كوزاين سيتا. الكلام ده ايكوال اصلا هو جيفن في السؤال ب 0.9 ايكوال 0.9 A. بعد كده نقدر نحل عادي جدا، هنا هيبقى 0.5 A بلس 0.5 A كوزين سيتا equals 0.9 A. ممكن أودي ده بالماينس، فهيبقى عندي 0.5 A equals 0.5 A كوزين سيتا equals 0.9 minus 0.5 ب 0.4 A. ممكن هنا بقى أشطب ال A مع ال A وأودي 0.5 دي بالديفايدد، فيبقى عندي كوزين سيتا equals 0.4 over 0.5 اللي هو هيطلع ب 0.8، وده تمام زي شو ده اللي هو عايزه. بعد كده بيقول لنا the weight of the lamina is W. A particle of weight KW is fixed to the lamina at point A. The lamina is freely suspended from B and hangs in equilibrium with DA horizontal. Find the value of K. طيب تمام، نمسح بس اللي احنا عملناه في بارت A ده عشان نعرف نرسم براحتنا. هو قال لنا اللامنة suspended from B، وقال لنا ان A دي هيبقى الهوريزونتال، فده كده هيبقى الهوريزونتال. بس احنا عارفين اللي هو طالما suspended من B يبقى vertical لازم يعدي من center of mass، فالvertical عامل كده، فالcenter of mass الجديد هيبقى هنا كده. بعد كده بيقول لنا ايه بقى؟ find the value of k. طيب تمام، تعالوا نرسم التابل بتاعتنا اكننا هنجيب value of k عادي جدا، نجيب center of mass عادي جدا سوري. فهنعمل اول حاجة mass slash area، وهنا نحط x y، x mass و y mass. تمام، هنقسمها للشيب اللي هو اللامنة A B C D E F، A B C D E F، و الويت اللي هو حطه عند A هيدينا التوتل. تمام، A B C D F الماس بتاع، ممكن نستخدم الويت برضو
اصل هو ده ريشيو، فانت لو استخدمت ماس او ويت مش هتفرق، فاحنا هنستخدم الويت عادي. فالويت بدبليو، واي البارتكل ويت بتاعها كي دبليو، فالتوتال هيبقى دبليو بلس كي دبليو. بعد كده احنا عارفين ان السنتر اوف ماس بتاع اي بي سي دي اف عند 0.9 فروم اي. 0.9 ده الواي بار اللي هو هنا، واحنا واخدين الاي هو الزيرو زيرو بتاعنا، فالاكس بار بتاعنا بزيرو والواي بار بزيرو بوينت ناين. البارتكل بقى هي عند اي اصلا اللي هو زيرو زيرو، فهنا زيرو زيرو. التوتال هنا بيدينا اكس بار وهنا بيدينا واي بار، فنعمل multiplications بتاعنا، هنا هيطلع زيرو، هنا هيطلع 0.9 دبليو، وهنا زيرو وزيرو، ده زيرو وده هيبقى 0.9 دبليو. تمام، هنقول بقى ان الواي بار equals 0.9 دبليو over W plus KW. بعد كده هنعمل ايه بقى؟ هو احنا عارفين ان السنتر اوف ماس هنا عند الديستنس اللي احنا كنا مسمينه H، اللي هو كان بايه؟ كان بA كوزين سيتا، اللي هو ب 0.8 A. فاحنا عارفين ان ده equals 0.8 A. بعد كده ممكن نحل على طول بقى عادي جدا، ايه نستخدم الجبر عادي. احنا بس نسينا حاجة، احنا هنا ده عند 0.9 A، فده هيطلع 0.9 AW، وهنا 0.9 AW برضو AW. نحل الجبر عادي بقى، هنودي اللي تحت بالتايمز هناك، فيبقى 0.9 AW equals 0.8 A في W plus KW. ممكن ال A تتشطب مع ال A وال W مع ال W، بس بدل W نحط 1، مكان نفتح براكت هنا هيبقى 0.9 عادي، وهنا نإكسباند بقى، هنا هيبقى 0.8 plus 0.8 K. ممكن نودي 0.8 دي بالماينس، فهيبقى عندنا 0.9 minus 0.8 ب 0.1 equals 0.8 K، ونودي 0.8 بالديفايدد، فهيبقى K equals 0.1 over 0.8 اللي هو 1 over 8.